بنات بطير من الفرحة، عقبالكم كلكم. ما شاء الله يا عيوني شكلك يجنن. تسلمي. عقبالك يا قلبي. هات الحديدة. إذاعة المملكة العربية السعودية. الله الله يا زين قهوتك يا ام حريص، يا زينها زينه، وش ذا الازعاج؟ ام حريص هذا انت يا خبيص. اي بشويش خلخلت عظامي، حرام عليك. الحمد لله على السلامه، وينك من اسبوعين؟ والله يا عم بحريص فاتك. هوني موني مع الحديدة. وش هاني موني ذي؟ يا عم بحريص هوني موني، هذا شهر العسل في ربوع الوطن. ايه هاني مون، ها؟ وبعدين كامري مدلعة، كرت تسميها الحديدة. الحديدة؟ وخسيها، وش دعوة؟ هلا والله بجارتنا الجديدة، أنا المزيونة، جارتك سيارة بحريص. يا هلا فيكي يا المزيونة، هذه والله ساعة مباركة، بشريني كيف كان شهر العسل؟ قصدك شهر النكد. ليش؟ تخيلي يمسكني خطوط سفر من ديرة لديرة ونحملنا أصحابه في كل مكان. مرة انت السيارة مع العيال غير السرعة والتطحيز. وتأكد من جودة أدائها والتطحيز وتحملها لأقصى الظروف والأكل والشرب والجماعي، بالإضافة إلى شوية من المتعة والترفيه. حتى ساهر هلكنا تصوير وتخطي الأزمات. بهدلني جاب أجلي. يعني باختصار يا عم بحريص التجربة كانت متكاملة والسيارة ممتازة. يعني كم مشيت؟ شكلك مقفل الألف كيلو. هي ألف ألفين ألف ألفين، يعني لزوم التمرين يا عم بحريص. ألف ولا ألفين، وطبعا ولا وديتها الصيانة. ها؟ صيانة؟ ليش بعد الشر؟ السيارة توها جديدة. واضح انك قريت كتيبة التعليمات، ولا انت داري وين الله حاطك فيه؟ صيانة الألف المجانية. فعليك يا عم ابو حريص، الكتيب هذا حافظه من الجلد للجلدة، ولو تبيني اسمع سمعته. تسمع لي هو؟ اي وانسحب عليه من وقت المعرض. ها؟ ايه تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. عاد ترى لا تفوتكم الحلقة الماضية، عاد سبسكرايب هنية واللايكات هنية، وأبغى شير يكون